الله يعطيكم العافية، يسعد مساكم. شو أخباركم؟ وصلنا هون صح؟ صح؟ طيب، في المحاضرة الماضية بلشنا بالملاريا which is a parasitic infection of HLS، هو باراسايت. وقلنا دورة الحياة في جزء منها يتم بالموسكيتو وجزء بالهيومن. وجزء اللي بالهيومن جزئيتين، في جزئية بجوز ما ركزتش عليها المرة الماضية. أول ما يفوت الباراسايت بروح على الليفر هيباتيك، فأول ما يفوت بروح على الليفر، ما بدوش يدخل الباراسايت في مجابهة مباشرة مع الإميون سيستم. فبقول لك بنروح على الليفر، بنظبط أمورنا، بنزيد العدد، بعدين نرجع على البلد. هاي الستيج اسمها هيباتيك، هي بالهيومن، ومن ثم بروح على البلد. والبلد حكينا بالتفصيل التارجت تسلي اللي هي المانفستيشن بناء على اللايف سايكل. هاي المريض بايش ممكن يزكي؟ واحد انيميا، فيفر، ثرومبوسايتوبينيا. شو تفسير ثرومبوسايتوبينيا؟ شوف بصير ربط للار بي سي، متفقين عليها، بس ليش يصير ثرومبوسايتوبينيا؟ يقل بلاتليت كاونت. ايوه، هلا الانيميا احنا فسرناها ثلاثه. واحد الاتاشمنت اوف باراسايت بفوت جوا الخليه بتكاثر بفجرها، هاي هيموليتيك انيميا، متفقين عليها. لكن قلنا في اذر تو فاكتورز بيلعبوا دور بالانيميا. واحد بون مارو سبريشن، البون مارو تعب قد ما بطلع ريد بلاد سيلز فتعب بطل ينتج. اثنين سبلينوميجالي، والسبلين مقبره الدم فبيمسك ريد بلاد سيل. هدول التنتين هم نفسهم بيرجعوا بيعملوا ثرومبوسايتوبينيا. البون مارو سبريشن مش حينتج بلاتليت، والسبلين حيدمر الايج بلاتليت كويكر ذان ات شود بي، فبصير عند المريض ثرومبوسايتوبينيا. في اذر سيمتومز قلتوا فيفر، انيميا، ثرومبوسايتوبينيا، جلوميرولونيفرايتس. شو تفسيرها هاي؟ الاميونوجلوبولين، الهيموجلوبين، الباراسايتس اللي بتكسر، كله هاد بصب بالكدني، قلنا بيعمل انفلاميشن بالكدني، جلوميرولونيفرايتس. وتنسوش سيركولاتوري تشينجز. وفي واحد من انواع الملاريا ممكن يعمل ثرومبوسيس لايك اللي هو فالسيبارم. قلنا شو الميكانيزم؟ بسكر الفيزلز، بيعمل هايبوكسيا. بس كيف؟ ريد بلاد سيلز اللي شكلها غريب مكسره، تن تو بي ستيكي، تصير تلزق، بتلزق بالفيزل وول، فبتعمل ثرومبوسيس اسكيمي. الان من ناحيه الاميونيتي، شو حكينا عن الاميونيتي مبدئيا؟ في اميونيتي ولا فيش اميونيتي؟ فرقنا، قلنا الناس اللي بالمنطقه الانديميك وذ ريكرنت اكسبوجر مره على مره على مره، هذول ممكن ليتر اون يصيروا اميون. احنا بنخاف من، خلينا نسميهم الفيرجن او الفيرست اتاك، سواء انفنت اول مره بنصاب بنخاف يتوفى لانه ما في مناعه، او واحد يجي للمنطقه وهو من منطقه مش موبوءه، فقلنا مثلا فيزيتور من الاردن او من امريكا راح للهند فنصاب. تمام، هدول المناعه مختلفه. فا اوفر اول ونس انفكتد ذا هوست كويكلي ماونت ا سبيشيز اند سترين سبيسيفيك اميونيتي. فالاميونيتي سبيشيز وسترين، بمعنى لو انصاب المريض ببلازموديوم فالسيبارم بكون مناعه فقط ضد فالسيبارم، فلو اذا اصابته فيفاكس ولا كانه شايف ملاريا. سبيشيز سبيسيفيك اند سترين سبيسيفيك that typically limit parasite multiplication and moderate the clinical manifestation، بتصير تخفف من الديزيز. Without eliminating the infection, a prolonged recovery period marked by recurrent exacerbation in post symptoms and number of erythrocyte parasites follow. إذا ما في immunity وما عملنا elimination للinfection مثلا بتريتمنت، بصير في long term sequela. With time, these recrudescence become less severe and less frequent, eventually stopping together. يعني واحد انصاب بالملاريا، اولها السمبتوم بتكون سيفير وبتكون ترجع، تروح وترجع، الانيميا والفيفر تروح وترجع. بعد فتره بتصير مثلا بدل ما تجي مره بالشهر، مره بالشهرين، مره بالثلاثه، بالاخر جهاز المناعه بتفوق على الملاريا وبقضي عليها، وبالتالي بصير الشخص اميون. بناء على الحكي هذا، المانفستيشن الرئيسيه هي نمبر 1 فيفر. Incubation period between the bite of mosquito and the onset of disease is approximately 2 weeks.
من بين ما تنقرصك الموسكيتو وتبلش الأعراض قديش الفرق؟ أسبوعين. وهذا بهمنا بالهيستوري عشان نسأل المريض وين كنت وين سافرت. احنا اتفقنا بالأردن المنطقة مش إنديميك، فإذا بدك تشخص ملاريا غالبا بده يكون مسافر لبلد موبوء، فبدك تسأله آخر أسبوعين وين كنت. Clinical manifestation vary with the species. مثلا قلنا فالسيبارام تعمل ثرومبوسيس بس الباقيات ما بيعملوا ثرومبوسيس، ففي فروقات ما بين السبيشيز. لكن اهم المانفستيشن هي فيفر اند تشيلز سبلينوميجالي اند انيميا. فيفر ذا هول مارك اوف ديزيز از ملاريا باروكسيزم ذا مانفست. احنا شو قلنا عن الفيفر لحد هلا؟ عرفنا عنها كل قديش بتصير 72 ساعه بملاري والباقي كل 48 ساعه. فاول شيء انها بيريودك كل يومين لثلاث ايام. Furthermore, the manifestation began with cold stage which persists for 20 to 60 minutes. بتبلش في المرحلة الأولى cold stage. حيمر عليكم مرضى بالمستقبل يقول لك دكتور يعني غريب أنا حرارتي 39 وبرجف. عمرك احنا بنسميها أشعريرة صح؟ درجة الحرارة عالية لكنه هو برجف. هاي اسمها cold stage. Fever لكن المريض بيكون عمليا يشعر بالبرد وتستمر من 20 الى 60 منت. وهاي الفتره اللي باراسايت قاعد بدمر الريد بلاد سيل بيطلع لبرا، اول طلعته لسه بيعمل لك كولد ستيج. During this time the patient experience continuous rigors and feels cold. حرارته عاليه بس هو بيشعر بردان. With the consequent increase in body temperature the rigors cease and vasodilation commences. المرحله الثانيه ببلش يصير فاسو دايلاتيشن وبصير عندنا الهوت ستيج، ببلش المريض فعلا يشعر انه هو مصاب بالحراره. The temperature continue to rise for 3 to 8 hours reaching a maximum of 40-41.7. بعد هيك بتبلش حاره تطلع والمريض ببلش يحس حاله انه فعلا سخنان، توصل درجه حراره ل 41.7 لمدى يصل الى 8 ساعات before it begins to fall. المرحله الثالثه الويت ستيج which consists of decreasing fever and profuse sweating. It leaves the patient exhausted but otherwise well until the onset of the next paroxysm. إذن وإن كانت الفيفر بتروح بترجع كل يومين لكن الفيفر إلها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تبدأ ترتفع شوي كول. قديش تستمر؟ بالكثير ساعة. المرحلة الثانية واللي هي المرحلة الأطول والأهم temperature plus hotness بتوصل درجة الحرارة 41-41.7 وبتستمر up to 8 hours. المرحلة الثالثة بعدها سويتي وبتشوف المريض واحنا بنسأله بقول لك انا بس اخلص بعدين بصير كل اوعيه كلها مي سويتي. هاي المرحلة الثالثة، هاي تيبيكال للملاريا. اذا الفيفر تبعت الملاريا از ديستينكتيف، فيها خصائص خاصة. فالسيبارام ملاريا كابيلاري بلوكيج كان ليد تو سيفرال سيريس complication. قلنا حسب الكابيلر اللي بسكر بصير هايبوكسيا الأورغان. When the central nervous system is involved، إذا صابت central nervous system هون الملاريا إذا وصلت للبرين بنسميها cerebral ملاريا، وبرضه فالسيبارم من أكثرهم اللي بتعملها. فالبيشنت ببلش يصير عنده central nervous system symptoms. لاحظوا the patient may develop delirium هذيان أو هلوسة، convulsion تشنج او صرع، باراليسز بطل شلل، كوما يغيب عن الوعي بالمره او ديث. فيعني هاي من اسوء الكومبليكيشن تبعت الملاريا انه المرض يصل للبرين والباراسايت يبلش يدمر في البرين والفيزلز تبعه البرين. اذا الكابيلاريز تبع السبلانيك ارتري از انفولفد ذا بيشنت مي اكسبيرينس ا جي اي سيمبتوم زي فوميتنج ابدومينال بين ودياريا. جندس and acute renal failure are also common in severe illness. الجندس من وين جاية؟ اللي هي الهيموليس. طيب الأكيوت رينال فيلر منين إجا؟ كدني دمج من وين؟ من الجلوميرولونيفرايتس الريد بلاد سيلز والباراسايت اللي تكسر كله راح على الكدني ودمرها رينال فيلر. أو الرينال أرتري نفسه سكر، إجت فالسيبارم وسكرته فماتت الكدني. Most death occur within 3 days. اول 3 ايام هم اخطر شيء بالديزيز. كل ما زادت الفتره الاميون سيستم بتغلب على بخفف من البراسايت شوي. فهاي
السيمبتومز. الان دايجنوس، شكيت انت. اول سؤال يعني مثلا بتذكر الكيسز، كنت اول سؤال بس تسال يقول لك والله دكتور انا ما ليش يعني اسبوع اسبوعين مروح من اثيوبيا، كنت بقوات حفظ السلام ومبسوط عند اهلي، ما شفت غير هالحراره بتطلع لي، المشكله بتحسن يوم يومين ترد ترجع، بس اقول لك هيك شو بتقول؟ واحد كان بإنديميك اريا مش متاكد، واروح بعمل سيرش كويك اثيوبيا فيها إنديميك للملاريا ولا لا، بس احنا قلنا اغلب افريقيا إنديميك. السؤال الثاني كلمتين عن الفيفر، اذا بتسالوا سؤالين عن الفيفر انها بتروح بترجع بتحس حالك بردان بعدين حميان، شكيت انه ملاريا، بدك تتاكد شو بتطلب له؟ بلد سامبل، وتحديدا بنعمل له بلد فيل. شفتوا كل الستيجز اللي حكينا عنها بنشوفها جوا الريد بلد سيلز عشان اشوف الباراسايت جوا الريد بلد سيل. فاذا ملاريا باراسايت can be demonstrated in stained smears of peripheral blood in virtually all symptomatic patients. فالاكيوريسي تبعها والسنسيتيفيتي عاليه، يعني تقريبا كل اللي عندهم سيمبتومز بنشوف الباراسايت بالبلد فيل. Blood are stained with dried or gem stain and examined under the microscope. Thick smears where erythrocyte are lysed with water concentrate the parasite and allow detection of mild parasitemia. هلا البلط فيلم في نوعين، thin film و thick film. والبلط فيلم بكل بساطة بتحط نقطة الدم، وإذا متذكرين المسحة هاي تبعت بنحط السمير وبتسحبه هيك. يفضل إنك تضيف صبغة بس مش ضروري. هلا ممكن نعمل thickening أكتر أو نخلي البلط فيلم thick ونضيف له some water حتى نعمل condensation إذا البراسايت أقل. بس بشكل عام الثين والثيك فيلم both of them are reliable ان نشوف الباراسايت. والفحص بسيط وسهل وغير مكلف، صح؟ يعني خذ عينه اعمل بلاد فيلم حطه تحت الميكروسكوب، فهو عمليا بسيط سهل وغير مكلف. وانت شو بتطلع؟ وجود الباراسايت جوا. متذكرين اشكال الباراسايت بالسلايد اللي قبل؟ ايوه، وقلنا اكثر وحده دايجنوستيك الرينج 4 اللي هي ترافوزول الرينج 4. واحد بيقول لي دكتور طيب هلا بافريقيا بهالغابات وبهالصحراء والخايفين على المريض وكيف بدنا نشخصه؟ فاخترعوا شيء بنسميه بوينت اوف كير تيست، تيست الميكروسكوب. شو بده؟ بده كهرباء، صح؟ بده لاب، وبده واحد بيعرف يشتغل عليه. وهذا الشيء مش دائما متوفر بالفيلد، بالفيلد يعني بالصحراء او بالغابه. فاجوا عملوا سمبل سبيسيفيك كارد انتيجين ديتكشن بروسيجر which are available. طبعا هدول لا بدهم كهرباء ولا بدهم شيء، عباره عن كارد. خلينا نقول سوري، مثلا اسهل مثال عليها مشهور البريجننسي تيست. البريجننسي تيست بسيط، لا بده جهاز ولا بده حدا يعلمك عليه، بتشتريه وبتعمله لحالك. وهذا الكارد نفس المبدا، بتشتريه وبتحطه معك خوفا من انه وانت طالع برا بالغابه والصحراء واللي هي الريسك انك تحصل على الملاريا اعلى، بتخلي الكارد معك بتحط نقطه دم بعطيك الجواب يا يا لا. فهدول الكارد they are very useful. The most used one is Parasite F. شوف الشركة شو سمته Parasite، بس غيروا السبيلينج عشان أيوة. It detect protein HRB2 which is excreted by Falciparum. فبقول لك انت معك Falciparum ولا لا؟ Within minutes. بعطيك الجواب بسرعة ما بطول. The test can be performed under field condition and has a sensitivity more than 95%. وfield condition الجو حار، رطب، برد، ولا بفرق، التست بضل شغال. فبترميه بالغرفة وبضل شغال أسبوع أسبوعين شهر شهرين عادي. في تست ثاني بيشبهه، a second rapid test is called OptiMal. Detect parasite lactate dehydrogenase and it distinguish Falciparum و Vivax. بيميز أكثر من species. الأول فقط Falciparum. فهدول التست اذا بنصحوا حدا بدك تطلع على الفيلد، مثلا الدبليو اتش او في لهم مجموعه من الاطباء والدكاتره بيشتغلوا هناك، دكتورز ويزاوت بوردرز في لهم دكاتره هناك، بقول لهم لا تطلعوا على الفيلد من غير ما تاخذوا الكاردز هدول. ليش؟ لانهم خايفين عليهم اذا صابته ملاريا انه ممكن يروح فيها. فبيخلي الكاردز معه بالسياره، شعر حراره، شاف حاله تقروص كثير، بحط نقطه الدم على الكارت وبتشوف يا بوزيتيف يا يعني. اذا بوزيتيف عشان يلحقوا يرجعوا على المستشفى، اوكي؟ في تيست ثاني ممكن نعمله؟ سيريولوجي. شو السيريولوجي؟ ندور على الانتي مالاريا ويوجوالي نوت هيلبفول، لانه بنحكي عن اكيوت ستيج، بنحكي عن شيء بسرعه بايام، الانتي بادي ما بيطلع
عشان هيك السيريولوجيكال تيست ار اوفر از ا لارج ريفرنس لابراتوري بت ار يوزد برايمرلي فور ايبيديميولوجيكال بيربس يعني فور ريسيرش ستاديز. انت بدك تشوف بوبيليشن معين في عندهم انتي بودي ولا لا ممكن يفيدك، بس تشخص واحد اكيوت وتتابعه على السيريولوجي ما بين. فعمليا التست الرئيسي عندنا بلاد فيل. طيب يكون بقول انا كنت بالصحراء وعرفت انه معي ملاريا، يعني بدك بالسرعه القصوى تصل للنيرست ميديكال كير. هاو ايفر يو كان ستارت تريتمنت باي يور سيلف. للاسف فيش، بدك تعطي انتي ملاريا دراج، من غيرهم ما في. صحراء بس انا لو مثلا زميلكم بقول طب صح، ما هو بالصحراء مين بده يجيب صيدليه والى اخره. هلا اذا بدك تكون ماشي صح بده يكون معك الكارد وبده يكون معك الملاريا دراج، هدول بدك تحطهم بالسياره متى ما احتجتهم هم موجودين، او اذروايز ما استفدناش اذا من غير تريتمنت. تريتمنت ذا فيرست از ذا انفكتنج سبيشيز اوف بلازموديوم. انديكيشن فور تريتمنت ريزلت اون او ريست اون تو فاكتورز. في اثنين عوامل مهمين، واحد السبيشيز المصاب فيه المريض هل هو فالسيبارم او غيره. The second is the immune state of the patient. فالسيبارم ملاريا is potentially lethal in non-immune individuals such as new migrants or travelers to malarious area or إذا immune suppressed، يعني إذا كمان المريض بكون immune suppression تجي ملاريا أسوأ وأسوأ أكيد، الوضع حيكون صعب جدا، فهذا بصير top emergency بدك تنقل المستشفى بأسرع وقت ممكن. The complete treatment of malaria requires the destruction of 1. erythrocyte cycle خاصة الشيزون، 2. الهيباتيك cycle الشيزون، 3. الجاميتوسايت. إذا بدك تعالج واحد صح بدك تقضي على الباراسايت اللي بريد بلاد سيل واللي بالليفر والجاميتوسايت حتى ما يكمل السيركل، بدك تقضي على 3 باراسايت. شو دراج اوف تشويس تبع الملاريا؟ هو أكيد أنتي باراسايت ما اختلف. ما سمعتوا بالكلوروكوين مشهور كلوروكوين. الاكيوت اتاك سيفرال ايجنتس ار هيلفول لكن الدراج اوف تشويس از كلوروكوين. كلوروكوين للاسف في دول كثير صار عندها كلوروكوين ريزيستنس، فممكن نفكر بالاذر دراجز زي الكوينين والكوانيدين. اذا دراج اوف تشويس رقم واحد كلوروكوين، في ريزيستنس او ما زبط مع المريض بنضطر نعطيه كوينين او كوانيدين. هذا مينلي بيقضي على الاريثروسايتيك سايكل بس ما بياثر على الهيباتيك سايكل. ان بلازموديوم فيفاكس اند بلازموديوم اوفالي انفكشن، هذول التنتين شوفوا بلازموديوم اخطرهم لكن فيفاكس اوفالي اخبث شوي. They might stay in liver for a longer time، يتخبوا شوي بالليفر، بحاولوا يطلعوا ريد بلاد سيلز، اذا لقوا الاميون سيستم قوي برجعوا على الليفر شوي. مشان هيك هيباتيك شي زون بيرزيست اند ماست بي ديسترويد تو بريفنت ريسيدنج اوف سيركوليتري اريثروسايت وذ كونسيكوينت ريلابس. يعني هذول بتخبوا بالليفر وبضلوا بيستنوا المريض لما يشوفوا مناعته ضعفت بروحوا بيطلعوا على البلط، يمكن بعد شهر يمكن بعد سنه يمكن بعد 10 سنين. في كيسز دوكيومنتد افتر 40 ييرز، يعني واحد راعى منطقه انديميك ورجع على امريكا وإجا بعد 40 سنة تشخص ملاريا، كيف؟ ما هو مش معقول الملاريا بعد 40 سنة إجت، صح؟ الانكيوبيشن بيريد قلنا 2 ويكس، وأمريكا مستحيل فيها ملاريا، فمنين إجت؟ فضلهم يدوروا لما اكتشفوا إنه باقي الباراسايت متخبي بالليفر، فإذا بدك تعالجه صح بدك تعطي إشي للباراسايت، شو دراج أوف تشويس للباراسايت بالليفر؟ بريماكوين. is used for. اذا عندنا كلوروكوين او بدائله بيقضي على الارثروسايتيك سايكل، عندنا البريماكوين بيقضي على الهيباتيك سايكل. اذا فالسيبارم ممكن ما تعطي بريماكوين، بس اوفالي وفيفاكس هذول التنتين لازم تعطي. مش عارف مش متاكد شو بنساوي؟ اعطي اثنين. طب بتقول لي انا شفت الباراسايت تحت المجهر بس مش متاكد فالسيبارم ولا لا، وهذا شيء وارد. احنا بنشوف الباراسايت بس قلنا يعني في اشياء بتساعد، الدبل رينج فورم الانتيجين تيست ممكن يساعدنا، بس اذا شاك مش متاكد يو جيف بوث دراجز. هذا بنسميه راديكال كيور حتى بالمستقبل ما يصير ريلابس. بريفنشن
How you can prevent this infection. أساس البلا من وين؟ من قرصة الموسكيتو. طيب كيف بدك تمنع قرصة الموسكيتو؟ عن الرد وهاي بنستخدمها كلنا بالبيوت. اوكي. في فاكسين يعني لهم عقود بحاولوا يوصل في بروميسينج ترايلز بس اب تو ذس ستيج ذير از نو ابروفد فاكسين للاسف لغايه الحاله هاي لليوم ما في. واحنا قلنا الفاكسين للباراسايت كوايت ديفيكلت صعب. في فاكسين للفيروس، في فاكسين للبكتيريا، لكن فاكسين للباراسايت صعب. في اي فاكسين بيشتغل على الباراسايت عمرك سمعتوا فيه؟ صعب. فللاسف لغايه الان ما في فاكسين. نرجع شو هاي بتعرفوها الناموسيه هاي بحطوها الولد الصغير؟ برضه بتمنع تسكر الشبابيك او الشبابيك يكون عليها شبك بتخفف. في ناس بيستخدم الفيب واي شيء بقتل الناموس بخفف من الاتصال. بدك تطلع لبرا شو تساوي طيب؟ ما بتقدرش تمسك ناموسيه وتلب بالشارع، شو الحل؟ او ضلك ماسك رد هيك وانت ماشي بالشارع، شو تساوي؟ ايه؟ يعني ايوه شو يعني اللونج سليفز؟ يا ما تلبسش نص كم ورجليك منهم مبينة، كل ما قللت المساحة الافيلبل بتقلل محتوى، فهيك يعني بس. ما تغطي يعني لو صح انك تغطي وجهك كما توفرش حتى ما يقرصك. في حل اسهل شوي اسمه انسكت ريبلنت. هذا برضه لما كنا نسافر برا كانوا يعطونا اياه باكج، انسكت ريبلنت اللي هو دهون او رشاش بترش البعوض ببطل يقرب عليك، فانت على الاقل الواحد بالاخر ايده وجهه مثلا طرف رجله اذا مبين حط عليها ريبلنت، تمام؟ فاذا قدر المستطاع خفف من الموسكيتو بايت، بتخفف من الديزيز. هلا بيحاولوا يعملوا جنرال ميجرز، كل ما عالجنا المرضى بسرعه وقتلنا البعوض اكثر كل ما السيركل خفت، يعني المريض اللي بضل معه ملاريا فتره طويله البعوض اللي بيجي بيرجع بنصاب وبنقل المرض للاخرين. فهذا جنرال ميجرز انه حاولوا يعملوا كنترول يقللوا من الموسكيتو مثلا. في اكتيف ميجرز بتشوفوا البلديه مرات تيجي بترش هم برشوا ديزل والاصل يكون معها برضه بلس، ما بعرف اذا بضيفوا انسكتسيدز ولا لا، بس المفروض مواد تقتل الحشرات فبتخفف منها الى اخره. كيمو بروفلا بيجي واحد بيقول دكتور يعني بدل ما اكل هالقصة، انا زلمه مش جاي من منطقه مش اندمك وطالع على منطقه اندمك، بنفع اخذ دواء قبل ما اطلع واريح راسي من كل هالقصة؟ دواء الملاريا تاخذ لك كلوروكوين، شو رايكم؟ بصير؟ ايوه. في ريجيم بروفيلاكتيك قبل ما تطلع للبلد بتبلش كلوروكوين once every week، فهي جرعه اخف. ترى الكلوروكوين والكوينين السايد افكت تبعهم فيري هيفي، المريض بيمشي على البروفيلاكسيس اسبوعين ثلاثه بعدين بقول خلاص خليها تجيني واخلص، مش سهل الدرج. لكن الكويس فيه انه وانس ا ويك مش كل يوم. في الترناتيف ثاني الدوكساسايكلين، الدوكساسايكلين انتي بايوتيك خفيف، حدا عمره شافه؟ بيعطوه كثير للاكني لحب الشباب، نفسه جود فور بروفيلاكسيس اوف ملاريا، مشكلته هذا بده يتاخذ ديلي، بنفعش تطلع فيه بالشمس متى ما اخذته. فعندك هدول الالترناتيف، يا كلوروكوين مره بالاسبوع يا دوكساسايكلين ديلي، وطول ما انت بالبلد اللي فيها الملاريا بدك تضل ماخده، وبدك بعد ما ترجع اسبوعين برضه تضل ماخده. مين بيقول لي ليش بعد ما ترجع اسبوعين؟ مش قلنا 2 ويكس انكوبيشن؟ ممكن تكون قرصتك باخر يوم هناك. متى حيبلش الاعراض؟ بعد اسبوعين ما بتعرف، فمشان هيك القاعده بعد ما ترجع تترك الانديميك اريا بتضل 2 ويكس. بده يطلع 4-5 سنين، شو يساوي؟ هلا بالزمانات اشتغلنا مع تبعون حفظ السلام، بيجوا وكنا نروح نطلع مثلا لدوله معينه مثلا اليمن سنتين. فانت بدك تقعد باليمن منطقه ملاريوس اريا 2 ييرز. الريكومنديشن تيك ذا بروفيلاكس. للامان صعبه، واول اسبوع والثاني بيجيك المتطوع الامريكي هذا ولا الاوروبي الدواء والسايد افكت وبيعمل ويساوي يا للاسف اذا صابتك فسنتين كاملات هم ياخذوا الدواء. وكنا يعني في قصه وصارت بتايلاند مشهوره،
لمتطوع برضه بحفظ السلام سنتين. تايلاند في مناطق كثير منها برضه ملاريا ويت والى اخره، فاعطوه الدواء وكان هو يكذب على دكتور يقول انا باخذه كل يوم، ما كان ياخذه، وصابته الملاريا وراح بسربرا الملاريا وصار له ديث وتوفى. فلما توفوا راحوا على البيت لقوا العلب كلهم زي ما هي. كان يروح على الدكتور كل شهر ياخذ 30 حبه المفروض ياخذهم دوكساسايكلين ويحطهم بجيبته ويروح على البيت ويحطهم على الطاوله، ما يرضاش ياخذ، وتوفى ملاريا. هسه اول سؤال، اذا واحد ماخذ دوكساسايكلين وكلوروكوين ليش توفى من الملاريا؟ ما هو بياخذ بروفيلاكسز. فلما راحوا على البيت لقوهم زي ما هم. فلو بتقعد 10 سنين بدك تاخذه، او بتقول اتوقع رب العالمين واشوف. بتصيبني اول مره ملاريا، يا هيك يا هيك، يا بصير اميون وبخلص. يا فاكسين از كرنتلي نو ابروفد فاكسين، لغايه الان ما في. ان شاء الله يا رب واحد منكم بس يكبر يخلص من الطب بيشوفونا للفاكسين. بضحك بضحك، صدق انت غير الطلع. ها في فاكسين للملاريا؟ والله يا اخوان. هلا شوفوا في ترايلز مليانه وبقول لك افيكاسي وسيفتي. ابروفد فاكسين ما في. ابروفد ترى في كثير امراض في فاكسين ترايل ريسيرش يعني، بس احنا اذا ما في اف دي اي ابروفد، يعني اذا ما في موافقه من دائره الدواء والغذاء الامريكيه ما بنقدر نعطي. ايوه من الترايلز هاي يجربها بصير. ممكن يعني يروح على ترايلز هاي يجربها. وفي كثير ادويه اندر ريسيرش، بس مثلا الكانسر بيشنت اذا ما استفاد على الادويه المعتاده الكيموثيرابي بروح بجربها، مش خسران شيء. هلا بالملاريا بتسال عن السيفتي، اغلبها سيف للامانه، الافيكاسي تبعها قليل يعني مش احسن من 60-70%. اللونج تيرم سايد افكت مش معروفه لها، لكن ممكن. اي سؤال على الملاريا؟ والله يخلوها ببالكم وتذكروا الانديميسيتي، انها انديميك اور نوت انديميك. اي سؤال؟ طيب هلا اعطي نص واحد. يرسين، يرسينيا بيستس، يرسينيا اندريكيتسيا، مرض كلكم بتعرفوه بس حتكتشفوا اليوم سببه بجوز سمعانين فيه. ديسكرايب ذا جنرال كاركترستكس ابيديميولوجي باثوجينيسيس clinical manifestation and management of Yersinia pestis. وبعدين بدنا نعمل نفس الشيء بالكلاميديا اذا لحقنا. Yersinia pestis and plague. لما اقول لكم بليك حدا سمعان فيه قبل هيك؟ اللي هو مرض ايوه الطاعون كمرض is a microbiology، هو infectious agent، والايجنت اللي بيسبب اسمه Yersinia pestis it's a bacteria. فالطاعون هو مرض بكتيري، هو الطاعون نفسه اللي بتسمعوا فيه بالمشهور كثير. ليش مشهور كثير الطاعون؟ انت يعتقد انه قضى على نصف الكره الارضيه صح؟ بس في عندنا كراود تيرم، في ناس بيسموا اي مرض قاتل طاعون او اي شيء غريب هيك بفوت بموتك وبيطلع هذا طاعون. لا احنا طاعون بليك بنحكي عن يرسينيا بيستس انفكشن وهو مرض الطاعون بشكل عام. جنرال كاركترستيك ذا موست امبورتنت سبيشيز از ان يرسينيا از يرسينيا بيستس ويتش كوزز بلاك طاعون. It's a gram-negative bacteria, bacilli, with a tendency toward polymorphism. يعني ممكن تغير شكلها شوي. هي بالأصل gram-negative bacilli. مرات تتحول لكوكساي بترجع bacilli فبتغير شكلها شوي. بس هي mainly bacilli. Non-motile. ما بتتحرك. فعندها فلاجيلا ولا لا؟ لا. Non-spore-forming. ما عندها spores. Is a member of Enterobacteriaceae family. شو هاي العائلة؟ هاي عائلة الانتريكرودز اللي هم السلمونيلا والشيغيلا والايكولاي، هذول كلهم الانتريكرود. العيلة اسمها انترو بكترياسي، انترو بكترياسي عيلة البكتيريا المستوطنة في الانتستين، فسلمونيلا شيغيلا الى اخره. هاي منهم بس ما بتعمل ولا شيء له علاقة بالجي اي. هسه بتشوف هاي منهم. فهذا المايكرو اورجانيزم، فتذكروا البلاك از بكتيريا انفكشن كوز باي يرسينيا بيستس. ابيديميولوجي، في ناس بقول لك دكتور هذا مرض زمان وراح، يعني بتدرسونا فيه انتم بس بدكم تغلبونا وتدرسونا، ليش بعدنا بناخذه؟ في ضل طاعون؟ اختفى زمان
صح؟ أكيد اختفى، أكيد ما اختفى، ما اختفى. وهسه بقول لكم ليش. The term plaque is often used generally to describe any expulsive pandemic disease with high mortality. فأي pandemic disease وفي mortality عالية، في الناس اصطلاحا بسموه طاعون، بس احنا medically it refers to infection by Yersinia pestis. حتى في بعض الأمهات لما تعصب مع ابنها، طبعا ما بتكون قاصدة، بتقول إن شاء الله طاعون يصيبك، ما بتكون قاصدة يعني، بس إنه إشي لما تعصب كثير. بس ما قصدهم طاعون يرسينا بستس، اسم طاعون تاني. ان شاء الله يرسينا بستس تصيبك. بلاك از ا ديزيز، ايوه، يرسينا بستس از ذا كوز اوف ذا موست فايرولنت ايبيديميك بلاك اوف ذا ريكوردد هيومن هيستوري، ذا بلاك ديث اوف ذا ميدل ايجز، الموت الاسود في العصور الوسطى. وهذا اللي يعتقد انه قضى على نصف الكره الارضيه، يعني كان مثلا كانوا 500 مليون 250 مليون منهم يتوفوا بالطاعون، وكان الطاعون يفوت على مدينة المغرب ثاني يوم الصبح، تصحى الصبح كلهم بالشارع ميتين، يقضي على مدينة كاملة بليلة. واللي بتشوفوه الصور والأشياء هاي كلها حقيقية، هذا طاعون العصور الوسطى، وكان الكوز تبعه يرسينا بس. Plaque is a disease of rodents transmitted by the bite of rat fleas. اللي هو المرض اصلا مش هيومن، هو بالرات او الرودنتس. عارفين شو الرودنتس؟ القوارض اللي منهم الفار والجرد. ايوه الفار والجرد. هالشباب دائما بيضحكوا على الصبايا انه انتم بتخافوا من الفار والجرد، وبصير يلعب فيه بايده، بقول لك ولا بيعمل شيء. فعلا هو ما بيعمل شيء، بس ولا شيء بيعمل، هي بس شويه طاعون. اصل مرض الطاعون فيه. واللي بقرأ عن البلاك ايج ديث، مرحلة المراه، احد اساليب انتقاله بقول لك كان امريكا كانت فيرجن، ما كان فيها طاعون اصلا ولا كان واصلها، لكن في كم من فار طلعوا بسفينه، ولما نزلوا بامريكا نزل الفار ونقل الطاعون لهم مباشره خلال ايام. تخيلوا لوين. فالديزيز اصلا بالرودنتس، مينلي المايس والراتس اللي هم الفئران والقوارض الاخرى. لكن الترانسميشن كيف؟ عن طريق بايت اوف رات فليز، حشره بتعيش على الرات وممكن تقرص الانسان، اسمها زينوبسيلا تشوبسي. فانت يا بنتقل لك المرض، هلا المرض عمليا بنتقل لك من ثلاث اماكن، ممكن ينتقل لك من هيومن ثاني حنشوف كيف، او ينتقل لك من الفار مثلا اذا عضك الفار، او ينتقل عن طريق زينوبسيلا تشوبسي، تروح تقرص رودن تاخذ منه الديزيز وترجع تقرصك تعطيك الديزيز اللي هو الطاعون. وهاي احفظوها. شو كان اسم الفيكتور تبع ملاريا؟ الفيكتور تبع ملاريا الناقل، الحشرة. شو اسمها؟ ملاريا فيميل انوفيليس موسكيتو. بارح كنت بقرأ، انتو سألتوه المرة الماضية قديش يوم بيعيش شو اسمه، طلع يعني من 10 إلى 30 يوم، فعلا ما بيعيشش فترة طويلة الناموس. وعرفت ليش الفيميلز؟ طلعت الفيميلز هي الوحيدة اللي بتعض، سوري، بالموسكيتو. طلعت يعني فعلا، انا كنت قلت لكم ما كنت عارف ليش الفيميلز، طلع موست لايكلي الفيميلز هي اللي بتعض، ما بعرف انه بتستخدم الدم، الميلز ما بعرف ليش لا، بس هذا اللي قرأته بالليتريتشر. هون اسم الفيكتور تشوبسي، زينوبسيلا تشوبسي. It exists in two interrelated epidemiological cycles. The sylvatic cycle, endemic transmission among wild rodent. يعني بالصحراء بالغابة مش في قوارض ومايس وهدول، الديزيز بنتقل بينات بالمنطقة البرانية. هلا انت اذا رحت عليهم، يعني رحت، في ناس بحب يقعد بالغابة يخيم او يطلع هالصحراء يقعد يومين ثلاثة هنا، ممكن تيجي تقرصه زينوبسيلا تشوبسي او رودنت من الغابة او من الصحراء ويصيبوا الديزيز. هاي اسمها سيلفاتيك خارج المدينة برا. الأربن واللي هي أكيد أخطر داخل المدينة، when infected rodents enter the city. إذا الرودنت كثرت بالسيتي وكان فيها الديزيز بتبلش تنقل. Human can enter the cycle from the bite of the flea in either environment. However, chances are greater in urban city. صح؟ إذا دخلوا على المدينة بصير الشانسز أعلى من ما إنه يضلوا برا.
transmission can be flea to human infection. يعني هاي القرصة تقرصك بتنقل لك المرض إذا كان البكتيريا جويتها. The bite of the flea is the first event in the development of a case of bubonic black. هلا بقول لكم شو بابونيك بلاك، بسيل بلاك. Which even if serious enough to kill the patient is not normally contagious to other human. لأن إذا قرصته بصيبه بلاك تنقل المرض، بس هذا الهيومن ما بينقل لغيره إلا تيجي نفس الفلي تقرصك. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية واللي هي الخطيرة، human to human transmission. Some patient with bubonic black. بابونيك بلاك، شوفوا البلاك بس يفوت بالهيومن بروح بيستقر باللمف نود تبع الجرون، بترك كل الجسم وبروح على اللمف نود تبع الجرون وبعمل لهم اللارجمنت خاصة اسمها سبوراتيف هيموريجيك. بتصير اللمف نود تكبر وتطلع بص ودم. لمف نود بالجرون تكبر وتطلع بص ودم، وهي ديزيزز محدودة اللي بتعملها، واحدة منهم البلاك. وممكن يتوفى الشخص، هذا اسمه بابونيك بلاك لما يروح لللمف نود، تمام؟ طريقة انتقاله فلي تقرص الهيومن، البكتيريا بتروح على الليمف نود بتعمل له ديزيز وممكن تقتله. however طلعوا على الثاني human to human some patient with بعض المرضى تبعون بابون قبل ما يموت بتحول لبكتيريميا، والبكتيريميا بتروح بتودي البكتيريا لللنج، ومتى ما صارت باللنج بتصير تطلع مع النفس، بس تطلع مع الريسبيراتوري دروبلت ببلش human to human ترانزميشن، وهذا اللي ببلش السيركل تبعت هيومن تو هيومن. ويعني للتقريب زي ما بعتقدوا انه صار بكورونا، اول مرحله كانت انتقال من انيمال اللي هو واتيفر شيء بقول لك بطواط شيء بقول لك مش عارف ايش بكورونا لا هيومن. لكن الخطوره وين بلشت؟ لما بلش هيومن تو هيومن ترانزميشن، صح؟ هو نفس المبدا في تو سيركلز. This pneumonic plague is highly contagious person to person by respiratory droplets. يعني بس واحد يتنفس جنبك اذا معه النمونيك بلاك بنقول لك الديزيز. محتاج تنقرص هون؟ محتاج تشوف رات او يعضك؟ ته صارت هيومن تو هيومن. هذول التو سايكل سيلفاتيك اند ارابل، شو الفرق بينهم؟ بلا طلع الصوره اول شيء مين اخطر؟ شوف السلفاتك انه كم واحد ببات بالغابه وبقعد اسبوع غاد وبيجي بقرصه شيء او بيجي بعضه رات ولا علي. بس لما يصير في بور هيجين والرات تفوت جوا السيتي قديش بصير الاحتمال اعلى؟ فاذا الواضح تحت الاربه. شوفوا فوق pairing dogs healthy، القرصات انتقل لواحد ثاني مات، بعدين انتقل لواحد ثالث، ففي سيركل بيناتهم. هذا السيركل برجع لسؤالي انه ليش بعدنا بنعطيكم البلاك؟ هاي السيركل ما زالت موجوده برا، فما بين الراتس الزنوبسي والراتس والبلاك ما زال موجود. واذا بتجيب بحث بسيط بتروح على هالصحراء بتلم لك 50 مايس او رودنتس وفحصهم شوف في عندهم بلاك بيطلع منهم شيء بوزيتيف. فاذا الديزيز ما زال موجود برا، ما زال. هلا بالمدن شبه اختفى، مع انه حاقول لكم اخر مره طاعون كانت بالثمانينات بالامريكا، بامريكا مش زمان، اخر حاله طاعون سجلت بامريكا قبل حوالي 20 سنه. فالديزيز ما زال موجود، وباي لحظه بلد بيقل فيها الهياجين والراتس بتدخل المدينه ممكن يرجع. فمشان هيك بعدنا بنعطيكم اياه وبننبهكم عليه. تحت لاحظوا كيف السيركل هاي موجودة، لكن اجت الرودنتس فاتت على المدينة صارت تلتقي بالهيومن اكثر وبلش الديزيز ينتشر. المرحلة الثالثة شوفوا البابو شو هو؟ بابونيك بلاك او بابو بيختصروه بي يو بي او اللي هو قلنا جروين الليمف نود اللارج سبوراتيف هومر بتنفجر بصير تطلع بص لانه فيها بكتيريا مع هيموريد، وخص نص بالجرون مش اي ليمف نود. هاي اسمها بابو، هاي اول مرحله بالبلاك. يعني بدك تفحص مريض بلاك اول شيء بدك تطلع عليه اذا هاي الليمف نود اه ولا لا. however للاسف في مرحله بيطلع بروح على البلد راح لللنج، من اللنج هاي شو صار اسمها؟ نومونيك بلاك. نومونيك بلاك طول ما هو بالليمف نود بضل اسمه بابو، بس يروح لللنج نومونيك بلاك وبيبلش ترانزميشن هيومن تو هيومن. شو المرحلة هلا الرودنتس موجودة بالسيتي؟
مش موجودة؟ ما في عنا ولا عمركم شفتوا فار بال أبداً؟ ولا جورد ولا فيران ولا إشي عنا؟ موجود. متى بتزيد؟ أو بيجوا بقاوموها، وفي ناس عنده مشكلة عويصة معها يعني للأمان، بنص عمان المايس والرودنس، وهي بالمدن العالم كلها، بس في درجات متفاوتة. متى بتزيد بالمدينة بتكثر؟ الهياجين مهم، فلما يزيد الزبالة، لما يكون الهياجين سيء، لما يكون لا سمح الله في حرب، لا مين فضيلك بالحرب يقعد يلملم ويقيم ويتابع الفيران فاتت طلعت إلى آخره، بتزيد. فكل مكان اللو هياجين أقل، المنطقة مكتظة، المجاري مش مضبوطة، الزبالة إلى آخره، بتزيد الرودنت، بتزيد احتمال انتقال البكتيريا هاي. باثوجينيسيس، دخلت البكتيريا. The plague cycle began when the rat flea feeds on a rodent infected with Yersinia pestis. Bacteria are taken with blood meal and multiply in infected flea. Some virulent factors such as fibrinogen and phospholipid are produced. Then أول إشي لازم البكتيريا تعيش بالفلي تتكاثر فيها. Once injected past the skin barrier by the flea, Yersinia pestis produces a new set of virulent factors and it sends the change from temperature and ionic environment of a new host. يعني لما بتكون بالفلي بتشتغل عندها virulent factors تتناسب بأنها تعيش مع الفلي، درجة حرارة أقل، تركيبته الـ pH تبعه إلى آخره. بس تروح على الرودنت بتغير الـ virulent factors عشان تعيش بالرودنت، بتدخل على الهيومن بتغير الـ virulent factors حتى تصير مناسبة لدرجة حرارة والـ pH تبعت الهيومن وهكذا. The organism eventually reach the regional lymph node where they multiply rapidly. بس تنقرص انت بروح على البلط، من البلط بتركها وين بروح؟ على الليمف نود البكتيريا. وقلنا تيبيكالي بتروح للجروين ليمف نود، شوفوا هيموريجيك سبوراتيف ليمف ادينايتس كومونلي نون اس بابو، وهي كل كلمه لها معناها. اللارج ليمف ادينايتس تندر، لكن في شغلتين هيموريجيك وسبوراتيف. حيجيكم على العيادات بكره كثير ناس يقول دكتور انا شايف هون في حب، واحنا كثير اذا كنت مفلوز حط ايدك هون بتلاقي في زي قل صغير هيك، هاي الليمف نود اللارج ممكن تكون تندر مرات، بس شو مالها؟ لا بيطلع منها دم ولا بيطلع منها قيح ولا شيء، وهي حميد سهل. بس هناك لما نقول هيموريجيك اند سبوراتيف طلع دم وقيح، واضح انه في شيء خطير. بس لما تروح للبلد ستريم اتس جرام نيجاتيف بكتيريا، حتعمل لك توكسيسيتي وفيبر واندوتوكسين. The bacteria causes seeding of other organ, most notably the lung. بعدين إذا وصلت للبلط بتحاول تروح على اللنج، التارجت تبعها حتى تتحول لنومونيك بلاك. شوفوا شو بتساوي باللنج. Necrotizing hemorrhagic pneumonia. شوفوا التشابه، برضو في هيموريج فبصير ينزف جوا اللنج الواحد، وفي نكروسز فمع كل البلاوي هاي بيروح. لا تخيلوا اللنج تتعب بدم، شو بصير فيها؟ بنخنق من الدم راحت، فبصير لما الكف تبعه والسبيوتم تبعه يطلع كله دم. فاجين التارجتد اول شيء الليمف نود، واحفظوها بالله، هيموريجيك سبوراتيف ليمف ادينايتس موست كومونلي بالجروين اسمها بابو. تروح على البلد بتعمل لنا جرام نيجاتيف سبتيسيميا او بكتيريميا توكسيسيتي، بتروح على اللنج باللنج بتعمل لنا نيكروتايزنج هيموريجيك نومونيا. هي نومونيا التهاب رئوي، لكن بيكون في بلد كثير وفي دمج لللنج. بناء على الحكي هذا شو الكلينيكال مانفستيشن على المريض؟ شوفوا كيف تجيبوها لحالكم. اول شيء نرجع للريسك فاكتور، شو بده يكون اذا في ريسك فاكتورز؟ يا ارسيتو الفلي هاي يا رودنتس. ما فيش بده يكون هيومن تو هيومن، وهيومن تو هيومن بتكون منطقه موبوءه بالبلاك، وهذا فيري انلايكلي الا اذا في كيسز. هي واحد. اثنين الاعراض، شو اول عرض بيظهر على المريض؟ فيفر اكيد لانه في جرام نيجاتيف توكسيميا. اثنين البريثنج، كل اعراض النمونه حتكون موجوده، لكن زيدوا عليها فيري بلودي سبيوتم وفيري بلودي كف، لكن حيكون ديفيكولتي اوف بريثنج واللنج عنده بوجعه. بس هذا متى؟ بالنمونيك بلاك. في قبلها مرحله اهم الليمف نود، قلنا ايوه الليمف نود. فاذا هي انكيوبيشن بيريود is 2 to 7 days after the bite. Onset is marked by fever, painful babu usually in the groin, less often axilla. يعني
الهيموريجيك سبوراتيف ليمف ادينايتس قلنا موست كومون اللي بالجروين رقم واحد حوالي 80%. السكند هو بالأجزلة لان ما كان هون بكون هون. Without treatment 50 to 75 of patients progress to bacteremia and die in gram negative septic shock. قديش نسبة الوفاة؟ عالية؟ يعني ثلاث ارباع تقريبا بتوفوا. الأسوأ استغفر الله اللي بعيش بروح بتحول لنمونيك بلاك. 5% of victim will develop pneumonic black which is myocardial blood disputum. بس وين مشكلتنا بالنمونيك بلاك؟ راعي من human to human transmission وبيبلش الوباء وبيبلش وباء. نسبة النمونيك بلاك قديش؟ 5%. يعني من كل 100 بنصابوا بالبلاك 95 بضلوا ببو فقط، بضل بالليمف نود وبيقدرش يصل البلد، الاميون سيستم بيقضي عليه. 5% بروحوا لللنك وهدول بتحول لنومونيك بلاك، وهذا اخطر شيء. متى ما بلش بلش الوباء. برايمري نومونيك بلاك هاز ا شورتر انكوبيشن بيريود 2 تو 3 دايز، فيفر، ماليز، فيلينج تايتنس ان ذا جست، تحس في شيء ضاغط على صدرك، كف، سبيوتم، ديزنيا. فكل اعراض النمونيا موجوده لكن الاعراض سيفير جدا، يعني اللنج نيكروسيس عم تتكسر وفيها بلط. يعني الواحد سوري اذا بفوت شويه مي بتشردق شو بصير فيه؟ بموت الا شخطة. تخيلوا انتم في بلط جوا اللنج بنفس الوقت نيكروسيس، فاللنج مش شغال ما في اكسجين، فعطول المريض بروح بسيانوسز. عارفين شو السيانوس؟ السيانوسز يعني بلو ديسكلريشن، احنا بنحكي عاده ببلش بالاطراف وشوي شوي بيمشي، وبعدين أسوأ اذا الهايبوكسيا كثير بنسميها سنترال سيانوسز، بصير التنج واللبس هون من كتر الزراء بصير لونه اسود. تخيلوا ما ضلش ولا حته اكسجين، اللنج سكرت بالمره فبصير لونه اسود، مشان هيك سموه البلاك ديث، الطاعون الاسود او المرض الاسود، لانه بتحول المريض للاسود. تيرمينال سيانوسز is seen with pneumonic black responsible for the term black death. وهذا سبب التسمية هاي. Even today black pneumonia is almost always fatal if appropriate treatment is delayed more than a day of onset. معك 1 day يا دوب إذا لحقته 24 hours. هذا إذا إجاك بعد القرصة مباشرة، يعني القرص صاحب حاله راعى الطوارئ. إذا قعد على التلفزيون وحضر له كم ساعة وبعدين كويسة مش كويسة وشو هاي وطلعت الفيفر، فمعك 24 ساعة من القرصة ممكن تلحقه. ما عدا ذلك يا ديث يا نومونيك بلاك. شوفوا شكله طيب، اتطلعوا أول واحد يمين، هات شو عنده؟ هي عادة ما بضل سينوسيس. سينوسيس معناها ازرقاق بالجلد، هذا ازرقاق اسود اكثر من هيك، شو ضل في لون اسود؟ وين بعدين؟ سنترال ولا بريفيرال؟ سنترال ولا بريفيرال؟ بوث. هي ايده بريفيرال بس النوز واللبس سنترال. النوز واللبس هاي سنترال، وهي هم اللون الاسود، يعني ما ضلش اكثر من هيك. بس تشوف حدا حتشوفوا سينوسيس ممكن بتشوفوه بالاطفال اللي عنده كونجينيتال مال فورميشن او عنده ديزيز كثير صعب باللنج، بس بتلاقي الطرف يا دوب زراء وبتقعدوا انتوا بكره تتحذروا ثلاثه اربعه ازرق مش ازرق، لانه اذا قلت سيانوس معناته في ديفكت كبير بالهارت، بس لما يكون اسود ما ضلش فيها. طيب بالصوره اللي بالوسط فوق اشوف هاي الشاطر بده يجيبها، يلا الصوره اللي بالوسط صورتين تحت بعض هي. ايوه ها هاي هي اللارجمنت تبعت الليمف نود. شوفوا خصائصها، بعرف في سهم في شيء سهم. شو خصائصها؟ هيموريجيك سبوراتيف ليمف، يعني شكلها صراحه مخيف صح. قلت لكم الليمف نود كلنا في شيء حدا ما صار عنده الليمف ادينوباثي اللي هو اللارجمنت بالليمف نود، كل صغير زي هيك من نفس اللون من نفس الشكل، بس هاي سبوراتيف شكلها بس تشوفه مره خلص. الصوره الثالثه هذول الاصابع شو مالهم؟ برضه بلاك كلر، هذول سيفير سيانوسيس فيري سجستيف اوف بليك. تحت هاي شو؟ حشره. آه شو اسمها؟ ما حقول لكم شيء ولا حقول لكم حشره. اسمها زينوبسيلا تشوبسي.
ستينوبسيلس شوبسيل الاسم مهم لأنه إذا ما وجدت لن ينتقل المرض. إذا ما وجدت لن ينتقل. طيب آخر واحد هاي شو؟ الراس والرودنت اللي هم أصل الديزيز فيهم، وقلت لكم ما زال موجود لغاية اليوم فيهم. بعضوا الراس والفليز هذولا؟ تشخيص. تشخيص. The appropriate specimen are bamboo aspirate في مرحلة البامبو. يعني هو بالليف نود خد اسبيريشن من الليف نود. إذا راح على البلد بكتيريميا وصار فيفر توكسيسيتي بناخد بلد. إذا وصل لللنج بناخد سبيوتم. شو حيطلع لو حطيناهم تحت الميكروسكوب؟ جرام for immediate identification of smears. هلا لا يجوز اصلا او لا يسمح لاي لاب انه يفحص للبلاك لخطورته، لانه لو العينه كانت بوزيتيف وانت ما تعاملت معها صح اول حدا بده ينعدى اللي بيشتغلوا باللاب. فلازم تبعثوا للمختبرات المركزيه بوزاره الصحه بيعملوا اميونو فلوريسنت تيست. الكويس انه هذا الفحص سريع ساعه لساعتين، بحطوا انتي بودي اذا البكتيريا موجوده بتعمل ضوء فبتعرف انه المريض بوزيتيف. يرسينا بيستس can be isolated on media used for other members of Enterobacteriaceae although growth may require more than 24 hours of incubation. ممكن تزرعها بس هاي تحت خط احمر انه مش اي لاب مسموح له يزرع يرسينا بيستس العينه. فاذا التشخيص عباره عن حطه تحت المجهر واعمل اميونو فلوريسنت او اعمل ريفرال للمختبر الرئيسي. تريتمنت ستريبتومايسين از تريتمنت هو انتي بايوتيك طبعا. ستريبتومايسين از تريتمنت اوف تشويس فور بوث بابونيك اور نمونيك بلاك. واللي بيراجع منكم السايد افكت للستريبتومايسين عاليه لكن مضطرين يعني ما في الوضع خطر. تترا سايكلين كلورامفينيكول تريميثوبرايم سلفاميثاكسازول ار الترناتيفز. كلورامفينيكول انسو بضل تترا سايكلين تريميثوبرايم از الترناتيفز. Timely treatment reduce the mortality of bubonic plaque below 10%. إذا بلشت بدري ممكن أقل. Of the 31 human cases of plaque reported in United States 1984, 6 died. نسبتهم 19%. وأنا حطيت لكم إياها برضو للتذكير، هذا آخر وباء مسجل عن البلاك كان بالولايات المتحدة الأمريكية 31 كيس. مع كل التطور هذا وانه ايرلي سكرين الى اخره في 20% توفى. 20% توفى. لكن هلا مع هاي المعلومات كلها اول شيء مش بكره مريض يجيك يقح وشويه دم بدخن تقول هالطاعون ما بس تخرب بيتنا بالبلد كلنا بنصير نخبط ببعض بدك يعني تفكر في التيبيكال برزنتيشن. هي ثاني شيء اول كيس بفكر 10 مرات قبل ما هو اول كيس منين اجت سهل. هلا هذا وباء زي اول كيس تبعت كورونا. شفتوا الدكتور اللي شخص اول كيس كورونا تعمل لنا بلبله بالبلد بالصين انه هو كورونا شو ما في شيء. فاول دكتور شخص كان يقول يا عمي هذا فيروس جديد اختفى ما حد بدوروا عليه لسه ما لقوا. فديروا بالكم سيرزه. فاول كيس هلا اول سؤال بتساله في ثاني شيء بدكم تبلغوا وزاره الصحه ولا لا؟ وهذا المريض وين بدك تحطه؟ مش بعزل يعني. اذا تعاملت مع اول حاله صح بجوز تنقذ بلد كامل. انت اول حاله فلتت منك وروع الدار او قعد بالمستشفى وسلم ابو محمود وعلي ومحمود ومش عارف ايش فلتت. هلا ثاني كيس مجرد ما يطلع بوزاره الصحه الاصل انها تعمم بتقول يا اطبائنا لا سمح الله ببلد كذا تم تشخيص اول حاله طاعون بالبلد، ديروا بالكم. هلا انت بتصير تنتبه تعرف السيمبتومز. فبس كمان مش واحد بكره بالطوارئ يشخص قال الدكتور محمد تميم قال لنا اذا اصاب عسود معناته طاعون. بتجيبوا اجري الله يرضى عليكم، يعني فكروا مرتين طاعون طاعون. مش كل يوم بتشخص، بتشخص مره كل 50 سنه بوحده من هالدول. تمام؟ اذا شخصته شو اسمه خود العينه هاي بالله وديها لوزاره الصحه قول لهم الدكتور بقول اعملوا لي فحص طاعون. تعطيها للمريض العينه توديه تعاملوا مع فول ايزوليشن. لكن الشانسز ار ريلي ريلي لو لكن يبقى المرض موجود. اي سؤال؟
نتوقف هنا. نسيت البريفنشن. البريفنشن بس ابعد عن عضة هذول التنين. Thank you so much. شكرا. تفضل.